Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau cours de vocabulaire arabe, Darsun fi Mufradat al-Lugha Adad 2. Et dans cette vidéo, nous allons voir les expressions du temps, Ibarat al-Zaman. Alors, on va commencer par les adverbes de temps, Zuruf al-Zaman. Al-Yawm. الصباح الظهر بعد الظهر المساء الليل الفجر يوم أيام غدا البارحة هذه الليلة الأسبوع الآن ليلة أمس الأسبوع المقبل أيام الأسبوع jour de la semaine الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد اليوم هو الجمعة غدا هو السبت البارحة كان الخميس بالأمس كنت في السينما الفصول السيزون الربيع الصيف الخريف الشتاء الشتاء بارد الصيف حار كيف الطقس اليوم؟ اليوم الجو عاصف اليوم إنها تمطر اليوم الجو مشمس قراءة الوقت lire l'heure الساعة الدقيقة الثانية إلا نصف ربع كم الساعة من فضلك؟ إنها الثانية إنها العاشرة وربع إنها العاشرة ونصف إنها التاسعة إلا خمس دقائق إنها التاسعة وعشر دقائق شكرا للمشاهدة. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.